فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. طيب احنا ما زلنا مع آيات الأحكام ونتكلم على آيات الصيام. فمن شهد منكم الصوم الشهر فليصم. عندنا وقفنا إلى ما دي قضاء صوم النفل، هل أخذناه أم لا؟ هل يجب قضاء صوم النفل إذا أفسده؟ اختلف الفقهاء في حكم صوم النفل إذا أفسده المرء، يعني صام يوم الاثنين فأفطر أو صام يوم الخميس فأفطر، فماذا يفعل؟ أيجب عليه القضاء أم لا يجب عليه القضاء؟ الاتفاق على أنه يستحب القضاء، لكن هل يجب عليه القضاء؟ هذه فيها مسألة خلافية بين العلماء. ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجب عليه القضاء، من صام نفلا ثم أفطر في هذا النفل لا يجب عليه القضاء، والأدلة على ذلك يستدلون بأدلة كثيرة على ذلك. من هذه الأدلة قول الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. هو يصوم نفلا لا يصوم فرضا، فلذلك قال الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم أمير نفسه، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ولم يذكر قضاء. فإذا الحديث هنا رواه الحاكم وقال حديث إسناده صحيح: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولم يذكر كما قلت قضاء، وتخيل بين عقد حاجة لا يجوز. واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وكان صائما فوجد البرمة على الماء البرمة على النار، فلما دخل قال: كنت صائما، ائتني بالطعام. فأتت له بالزيت والخل، قال: ألم أرى البرمة على النار؟ فقالت: يا رسول الله، هذا طعام تصدق به على بريرة، يعني وأنت لا تأكل الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة ولنا هدية، قد بلغت محلها، ائتيني بالطعام. ولم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى هذا اليوم، ولا نقل لنا الصحابة ولا نقلت عائشة رضي الله عنها وارضاها بعد ما كان صائما أنه قضى هذا اليوم. نعم. وأيضا لما دخلت عليه أم هانئ وكانت صائمة وقال لها: افطري، ما أمرها بالقضاء. أما حديث عائشة أيضا وحفصة أنهما أفطرتا ولم يأمرهما بالقضاء. والأصل براءة الذمة، والأصل عدم شغل الذمة. هذه كلها أدلة للشافعي والحنابلة أن من صام متطوعا لا قضاء عليه، من صام متطوعا فلا قضاء عليه، يعني لا يلزمه وإن كان مستحبا. أما الحنفية وهو قول المالكية أيضا، قالوا: وجب عليه القضاء. وقد استدلوا على ذلك بكثير من الأدلة، منها قول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. قال: لا يجوز أن تبطل عملك، ومن أبطل عمله وجب عليه أن يأتي به، ولا تبطلوا أعملكم. وأيضا قالوا بأن الله قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل، وهذا عام في النفل وفي الفرض، قال: ثم أتموا وجوبا. فقالوا: من دخل في عباد يجب عليه إتمامه، فيجب عليه إتمامه. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث عائشة: أصبحت صائمتين وأفطرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوما يوما مكانه. فهذه أدلة القوم على من قال بوجوب القضاء ومن قال بعدم وجوب القضاء، وقال: هو مستحب نعم لكنه لا يجب. الرأي من القولين هو قول الشافعية والحنابلة أنه لا يجب القضاء، هو أصلا ليس واجبا عليه، فكيف يصير في ذمته واجبا؟ وبالشروع فيه لا يمكن أن ينقلب إلى واجب أصلا. أصالة النفل الأصل فيها التيسير، فكيف تنقلب من نفل إلى فريضة؟ كيف تنقلب من نفل إلى فريضة؟ عامة القول رجح قول الشافعية والحنابلة كما قلنا لظهور الأدلة التي استدلوا بها. أما ما استدل به القوم الحنفية والمالكية في قول الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ليس فيه ثم الدليل على المتنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا هذا عام يخص مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه،
يبقى له ان يفطر له وله ان يتم صومه. هذه الاولى. الامر الثاني امين امين احبك الله ضحفتنا فيه رضي الله عنك. الامر الثاني في قولهم في استدلالهم بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم، وهذا حقا، ولا تبطلوا اعمالكم وجوبا في الواجب واستحبابا في المستحب. ولا تبطلوا اعمالكم وجوبا في الواجب واستحبابا في المستحب. والدلاء ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما راى البرمه على النار قال هات الطعام وافطر، وكان صائما، قال كنت اليوم صائما، هات الطعام هات البرمه، واراد ان ياكل النبي صلى الله عليه وسلم واكل وافطر النبي صلى الله عليه وسلم. اما حديث عائشه فليس لهم، حديث عائشه ضعيف جدا، ولو صح الذي صح منه انه لم يامرهما بالقضاء، وهذا الراجح، وهذا موافق مع روح الشريعة ومع التأصيل العام أن الأصل في النفل التيسير، فكيف ألزم الناس به والأصل فيه التيسير. الحكم الذي يليه هو الكلام في الاعتكاف. ما دمنا قد تكلمنا بصوم فعلى الصوم، فالاعتكاف يصاحب الصوم، لا سيما أن بعض العلماء يرى أنه لا اعتكاف إلا بصوم، لا اعتكاف إلا بصوم. الشافعي قال الاعتكاف هو ملازمة الشيء، حبس النفس على شيء هو يريده برا كان وإثما، لكن الاعتكاف قال يعكفون على أصنامهم، لازمت أنفسهم ذلك. والاعتكاف الاصطلاح الشرعي هو المكث في بيت الله جل في علاه لعبادة الله، هو المكث في بيت الله جل في علاه لعبادة الله جل في علاه. قال الله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين، وقال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. واشترط في الاعتكاف أن يكون في المسجد لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. الحق أن هذه المسألة مسألة اختلف فيها العلماء، فهل الاعتكاف يكون في كل مكان أم يكون في المسجد فقط؟ يعني وجدنا إخوة في رمضان يسألون عن الاعتكاف على الأسطح والاعتكاف على البيوتات، أمر غريب جدا، والأصل أن الله جل وعلا قال وأنتم عاكفون في المساجد. الحق أن في قولي وأنتم عاكفون في المساجد الفهم اختلف بين العلماء اجتهادا في المكان الذي يصح فيه الاعتكاف. هناك من قال أن الاعتكاف لا يكون إلا في مساجد ثلاثة: المسجد الأقصى، المسجد النبوي، المسجد الحرام فقط. وهذا قول قاله سعيد بن مسيب، وقاله كثير من بعض التابعين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فمن أراد الاعتكاف فلا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة، وهذا عجيب جدا. من أين أتى بأنه لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة؟ طب قلنا أن شد الرحل لا يكون إلا لثلاث مساجد، لكن من أين أنه منع الاعتكاف أو حصر العام المساجد في ثلاث مساجد؟ فلذلك المسيب تمسك بقول النبي لا اعتكاف إلا في لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد. وحذيفة أيضا يرى ذلك أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة. البعض قال بأن الاعتكاف يكون في المسجد الجامع، يعني المسجد الذي تقام فيه الجمع والجماعات، وهذا حتى لا يلجئه الخروج من المسجد للجمعة، ولأنه لو خرج من المسجد معتكفا بطل اعتكافه، لو خرج من المسجد حالة كونه معتكفا بطل اعتكافه. والجمهور قالوا قول الله جل في علام حفظكم ربي أحسن الله لكم محبة الرحمن أحسن الله، قول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، المساجد الفلام استغراقية يعني كل المساجد. لكن سيبقى الإشكال طب والجمعة إن لم يقم في المسجد الذي هو فيه الجمعة؟ طبعا غير وارد عندنا هنا، لأن كل المساجد حتى المصليات يصلون فيها جمعة، لكن لو وجد قلنا خروجه هنا للحاجة، خروجه هنا للحاجة. ولذلك في قول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد عام، وهذا لفظ عام يبيح الاعتكاف في كل المساجد، وهذا أيضا فيه إسقاط ما قاله الحنفية، وأن المرأة لها أن تسجد في أن تعتكف في مسجد بيتها، وهذا صراحة ليس عليه ثم الدليل. من أين أتوا بذلك؟ والله تعالى قال وأنتم عاكفون في المساجد، فالاعتكاف أصله ومكانه محله التوقيفي المساجد، محله التوقيفي المساجد، وإن كان بالمعنى هو حبس النفس لطاعة لذكر الله جل في علاه، لكن توقيفي في المسجد لقولي وأنتم عاكفون في المساجد. والنبي لو كان مباحا الاعتكاف في أي مكان لأمر نساء بالاعتكاف في البيت، لما دخل وجد الأبنية الأخبية قد بنيت، قال لمن؟ قال لزينب، لمن؟ لسودة، لمن؟ لأم سلمة، قال آل بر أردتن
فقود خباءه وخرج ولم يعتكف وقضاه في شوال. الغرض المقصود أنها لو كانت تعتكف في المسجد لأمرها بذلك، والجمهور على أن المرأة ليس لها أن تعتكف إلا في المسجد، والحنفية قالوا لها أن تعتكف في البيت، في بيتها، مسجد بيتها، ولا دلالة على ذلك بحال من الأحوال. وإيش الدليل؟ أليست هذه عبادة؟ والعبادة توقيفية ولابد لها من دليل. فما ما يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتك. من المسائل أيضا في أبواب الاعتكاف مدة الاعتكاف التي يشترط فيه الصيام. طبعا الاعتكاف بصوم هو الأفضل، الاعتكاف بصوم هو الأفضل، وهذا قد قاله يعني الحنفية، اشترطوا الاعتكاف بالصوم، وقال لا اعتكاف إلا بصوم، وتمسكوا بحديث عائشة رضي الله عنها ولا اعتكاف إلا بصوم. وهذا الحديث ورد مرفوعا وموقوفا، والمرفوع ضعيف جدا والموقوف صحيح عن عائشة، لكن الدلالة عليها المحكمة أن إبراهيم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نظر في بعض الوقت نظر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، قال له النبي وفي بنذرك، نفع الله بكم جميعا، قال وفي بنذرك، أن يفي بنذره بأن يعتكف ليلة، والليل ليس محلا للصوم، والليل ليس محلا للصوم. إذا قلنا يستحب وتأكد الاستحباب أن يكون الاعتكاف بصوم، وإن اعتكف بدون صوم صح ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوفي بنذرك، وهو كان قد اعتكف قد نذر أن يعتكف ليلا. بالنسبة للحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، معناه لا اعتكاف كاملا أو كامل الأجر موفور الأجر إلا في المساجد الثلاثة. وكيف ذلك؟ لأنه عندما يعتكف سيصلي صلاة الخمس في المساجد، في المسجد الحرام كل صلاة بمائة ألف صلاة، فالأجر لا يمكن أن يدانيه أجر بذلك. والصلاة في المسجد النبوي كل صلاة بألف صلاة. وقد ورد في حديث ضعيف أن كل صلاة في المسجد الأقصى رد الله على المسلمين ردا جميلا، وأسعدنا بالصلاة فيه بخمسمائة، الصلاة فيها بخمسمائة صلاة، وهذا حديث ضعيف لكن يستأنس به. الأصل أنه عند استدلالهم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، قلنا لهم المعنى هنا في التقدير المحكم لا اعتكاف، المقتضي بين المعنى لا اعتكاف كاملا. قالوا من أين أتيتم بكاملا هنا وأن الأصل عدم التقدير؟ قلنا المحكمات في قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ومعلوم أن هناك من آمن في الطائف، وهناك من آمن في بلاد أخرى وأسلموا، وأكيد هذه العبادة لا يمكن يعني أن يقال بأنهم يفرطون فيها، تكون اعتكافاتهم في المساجد التي في بلادهم. أما مدة الاعتكاف اختلف العلماء في ذلك، يعني على أقوال أقله يوم وليلة هو مذهب الأحناف، بل هو مذهب مالك أيضا، أقل 10 أيام واحد قال مالك قال أيضا بيوم وليلة، وأقل لحظة والحد الأكثر من مذهب الشافعي. الحق أن نقول بأن الحد الأدنى أو أقل الاعتكاف يوم وليلة لأنها توقفية، واليوم والليلة جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهذا قول الحنفية قول المالكي. الشافعي قال ولو ثانية واحدة ما دام الأمر على اللبس، فإذا مكث يذكر الله تعالى فقد أتى بالاعتكاف، وهذا ليس صحيح. الاعتكاف الشرعي يوم وليلة، وهذا جاء من التوقيف أن عمر بن الخطاب نظر أن يصوم أن يعتكف ليلة. واستدل أيضا الشافعية بعدم وجوب الصوم بقوله وأكلوا واشربوا وقالوا أنتم عاكفون في المساجد، ففي دلالة على أكل وشرب وهو عاكف في المسجد، فالصحيح أن الاعتكاف لا يستلزم الصوم، الاعتكاف لا يستلزم الصوم. وما جاء عن عائشة موقوفا جاء المحكم المرفوع بأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم له أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، هذه فضلات الفلاء الأحكام التي تختص بالصيام، وقد مرنا عليه صلى الله عليه وسلم أن يجعله إخلاص لوجه الله الكريم. نعم. طيب لو في أسئلة أترك لكم دقيقتين للأسئلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.